وصلنا للدياجنوسيس. الدياجنوسيس مال الفراسيلا يقول لك ان انا بلات كلتشر يكون ميبي سنسيتيف ان ايرلي ديزيز بات سيرولوجي من السي دياجنوسيس. يقول لك انه البلات كلتشر انت مو زعتها بالبلات كلتشر لانه قلنا احنا لأنه تحتاج الى ريش ميديا. حلو. فيقول لك ان انا تكون سنسيتيف تكون على العفو بوزيتيف يعني بدايه المرض تكون بوزيتيف. يقول لك هنا السيرولوجي تيست يقول لك ان انا من ستي يعني من ستي دياجنوس يعني تدعم التشخيص السيرولوجي. اوكي شروط المصليه انه تدعم التشخيص. المايكلر موليكولر ميثود هاف بين ديفلوبد رابيدلي ديفرنشييت امونج ذا فاريس بايوبارز. حلو. الموليكولر ميثود اكو طلعت موليكولر ميثود يعني هاف بين ديفلوبد طلعت رابيدلي ديفرنشييت تفرق لك بين شنو بين الفاريس بايوبارز. شنو معنى بايوبارز؟ بايوبارز معناته هو نفس الجين بس اكو اختلاف حسب البايوكيميكال رياكشن. اوكي وياي هو نفس الجين يعني نفس الشخص. اوكي بس صبغه مثلا بصبغه فلانيه طلع ازرق حطوا له صبغه فلانيه طلع احمر. اوكي يعني وصلت المولكيول ميثود استحدثت حتى تفرق فشافوها انه رابيدلي ديفرنشييت تفرق بين شنو امونج فاريوس بايوبارز. البايوبارز شنو هو جين واحد بس اكو اختلاف بمن بالبايوكيميكال رياكشن. اوكي هو نفس الشخص بس مثلا نفس الغرفه طلوها باخضر بينت خضراء طلوها باصفر واحمر بينت برتقالي. اوكي يعني برتقالي فحسب البايوكيميكال رياكشن يعني تختلف بس هي نفس الجين. التريتمنت مالتها التريتمنت توايس يكون تترا سايكلين باد يعني العفو بلس رافنبيل. بس هذا انه العلاج مالتها انه يحد من الاصابه. اوكي يعني يوقف الاصابه يقيد الاصابه يحد الانتشار مالتها. ذير از نو سيجنيفيكانت ريزيستنت لهاي الادويه ما يعني ماكو كلش مقاومه قويه لهاي الادويه مقاومين مقاومه البروسيلا ضد هذه الادويه اللي هي تترا سايكلين ورافنبيل. البريفنشن مالتها البريفنشن او ذا بروسيلا عن طريق الاميونز باسترايزيشن غالي الحليب. اوكي الحليب مو حصلته مثلا من البقر. اوكي فانه تغليب فهذه عمليه البسترة غالي الحليب حتى وبالتالي ما راح يصير انه انتقال البروسيلا. شر اميونزيشن تعقيم الحيوانات سلغثرينج اوف ذا انفكتد انيمال يعني هذه انه هذه حيوانات المصابه انه يذبحوها المصابه بالبروسيلا يذبحوها وماكو هيومن فاكسين للبروسيلا. عندك هذه انه يا هاي نعم هاي الحيوانات يذبحوها مصابه يذبحوها اي هاي مصابة ياكلوها ولا مصابة؟ أدري من يدبها ياكلوها ولا؟ أقول لها مصابة يعني مصابة يعني أكيد يعني ما ياكلونها. أوكي. ياكلوها. البروسيلا ملستيناس البروسيلا ملستيناس. هذا تكون الكولوني مورفولوجي مو قلت لكم انه كل يعني اكون غالبيتها يكون سموذ بتاكم يعني شويه بهن رفنس. عندك الاوبيز والكانيز هذين يكون الرف اوش والبقيه يكون سموذ اوش. السيرم ريكويرمنت عندك للسايس. اوكي بس هي السايس بس السايس يحتاج سيرم ريكويرمنت يعني بس يحتاج شغلات مال السيرم. عندك اللايسيس فيج بس للأبورتاس خوش لايسنس فيس بس بالأبورتاس. عندك الأوكسيديز مساحة حجينا إنه يكون بأربعة بوزيتيف إنه الميلستيناس والأبورتاس والسايس والكانس مساحة حجينا الأربعة أوكسيديز يكون بوزيتيف. عندك اليوريز يكون كلهم بوزيتيف ما عدا الأوبيس خوش. خلصت المحاضرة وشكرا جزيلا.